حاليا كنتواجدوا في بلايا امام ماكدونالد من اجل عمليه ديال التبرع بالدم اللي تستمر لمده 4 ايام من 7 العشيه حتى 12 الليل. كنناشدوا ساكنه مدينه طنجة والسياح في مدينه طنجة يجيو يتبرعوا بالدم من اجل انقاذ الاشخاص اللي في حاله ديال مرض محتاجين للدم. وبهذه المناسبه كنشكروا الوالي ديال مدينه طنجة والسلطات المحليه وجماعة مدينة طنجة على التعاون ديالهم معنا باش ننجحوا هذه العملية ديال التبرع بالدم. وشكرا ديما باقي الخير. والتجربة أول مرة اللي كان عمل فيها تبرع بالدم ونطلب الله هذا الشيء هذا في سبيل الله يعني. وكنطلب الله من الشعب المغربي كامل يعمل تبرع بالدم في سبيل الله. هادشي هذا عمل الخير ونسى، ولكن ربي ما كينساش الخير. كنت هنايا في بلاية طنجة وشفت هنا المبادرة وجيت في سبيل الله. ونطلب الله اللي كاين هنايا في طنجة يجي لهنا البلاية، يعني كاين هنايا تبرع بالدم هنا واحد الشيء مزيان، والإنسان يتبرع بالدم في سبيل الله هذا ما كان. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.